بعد بيت الدين إلى بعلبك دور. صيف مدينة الشمس سيكون حافلاً هذا العام أيضاً. هذا ما كشفته لجنة مهرجانات بعلبك في المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه عن برنامجها. روني فليمينغ تفتتح المهرجان نهاية الشهر المقبل، على أن تتوقف الحفلات طيلة شهر رمضان لتعود في 8 من آب مع 3 حفلات لعاصي الحليني. صوت الحيدة للضيف وغناني عرب. ثم تطل فنانة الروك فيث المريان يليها حفلة للمغنية والعازفة البرازيلية إليان إلياس. أما في 24 و25 من آب ينتقل المهرجان إلى داخل معبد باخوس مع حفلتين لمارسيل خليفة. وفي نهاية شهر آب يختتم المهرجان مع عرض فني تشارك فيها الفرقة البلجيكية إيستمن بازل والفرقة الكورسيكية إيفيلاتا وفادية بالحاج.